Zombie apocalypse. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الـ Intraoral Examination Part 1. الـ Intraoral Examination to be done, we have first to have a good light source, appropriate instruments, mirrors and periodontal prop, وطبعا normal explorer. اللايت احنا بنستخدم اللايت of the dental chair as a source of light, هو ده اللي احنا هنستخدمه direct او indirect through ال use of mirror to reflect اللايت of the dental unit على ال intraoral structure اللي احنا ممكن نشوفها بالميرور زي ال palatal mucosa او ال palatal structure او ال palatal دي الانسترومنتس اللي احنا بنستخدمها طبعا الميرور الاكسبلورر التويزر والبريدونتال بروب الجراديويتد بريدونتال بروب وهنعرف الميرور هنستخدمها في ان احنا نشوف دايركت فيجن او اندايركت او هنستخدمها علشان نعمل ريتراكشن للسوفت تيشو زي الباكا الميوكوزا او الليبيا الميوكوزا او ريتراكشن للتانج او هنستخدمها اندايركت عشان نقيس بالبريدونتال بروب للبالاتال بوكت او البوكتس في البالاتال سيرفيس اوف ذا ابر تيث. هي الاكزامينيشن اوف ذا ليبس. الليبس فيها الاناتوميكال ستراكشر بتاعها لازم نكون عارفين النورمال اناتومي. النورمال اناتومي هنا هيكون عباره عن الفيرميليون بوردر اللي هو البوردر بتاع الليب. الفيرميليون بوردر بنبص عليه, بنبص على السيمتري, بنبص على الكالر بتاعه, بنبص على الشارب ديماركيشن اللي موجود بين السكن وبين الليب الليب ميوكوزا. طيب الكونديشن الثانية هو انه يبقى فيه هايبر كيراتوزس او وايت باتشز موجودة على اللور ليب وممكن يكون فيه بيجمنتيشن او فوردايسز جرانيولز او دراي اند كراكت ليبس. والدراي والكراكت ليبس دي برضو ممكن تبقى في حالة الاكتينيك كيلايتس. ممكن يبقى في حاجة اسمها angular كيلايتس اللي هي بتبقى fungal infection سببها الكانديدا وديت بتبقى عند ال دي الفوردايسز جرانيولز. الفوردايسز جرانيولز بتبقى عبارة عن yellowish جرانيولز موجودة اكتر على ال upper lip من ال lower lip ودي اسمها normal anatomical variation. يعني وجود الفوردايسز جرانيولز ده حاجة طبيعية ما هيش حاجة abnormal. الفوردايسز جرانيولز هي بتبقى عبارة عن ectopic collection of sebaceous glands اللي هي غدد دهنية موجودة في مكان مش طبيعي. فالسبيشيوس جلانز دي بتطلع في الليب بيبقى لونها أصفر وبتبقى most commonly في الأبر ليب أكتر من اللور وبتطلع كمان في البكال ميوكوزا وبتطلع عند الريترو مولر اريا ده انترا او. طيب الأنجولار كيلايتس شكلها ايه؟ شكلها بتبقى ريدنس وإريثيما وممكن يبقى فيه كراكس عند الكورنرز اوف ذا ماوث ودي بتبقى فانجل انفكشن سببها الكانديدا البيكنس. طبعا دي بتبقى pathological conditions وممكن نلاقي في الليب الهيربس ليبياليس. طبعا احنا خدنا الهيربس ليبياليس دي ألسر بتطلع على الليب او على الفيرمينيوم بوردر او على الكورنر اوف ذا ماوث وبيبقى سببها هيربس سيمبلكس وبتبقى عبارة عن small vesicles والvesicles بعد كده بيحصل لها rupture تبقى تتحول لألسر والألسر بعد كده بيحصل لها healing within
7 to 14 days. طيب بعد كده هنبص على الليبيا الميوكوز. يبقى احنا كده بدأنا من بره وهندخل بقى جوه الاورال كافيتي، نبدأ نبص على الانترنال ستراكشر. الليبيا الميوكوزا الميثود اوف اكزامينيشن بتاعه الليبيا الميوكوزا بتكون بالباي ديجيتال بالبيشن زي ما احنا اتفقنا قبل كده، بالبالمز اوف ذا تو فينجرز اوف ذا سيم هاند نمسك الليب ونعمل لها ريتراكشن ونعمل لها بالبيشن ونشوف الكالر ونشوف الكونسيستنسي بتاعتها ونشوف الموبيليتي بتاعتها، كل ده ديورينج ال طيب النورمال ليبيا الميوكوزا بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى لونها بينك ان كالر والكالر بيبقى هوموجينس، يعني كل الكالر زي بعضه، بيتغير شوية to a deep red color with prominent vascularity، يعني في بعض الناس بيبقى الكالر ده بيبقى deep color deep red يعني لونه أحمر داكن. ليه؟ بسبب إنه الفاسكولاريتي عالية أكتر. ده فين؟ بيبقى في الميوكوليبيال فيستيبيوز، يعني بيبقى من بره الكالر بيبقى deep pink وبعدين لما ندخل جوه بنلاقي الكالر بيبقى more reddish بسبب الهاي فاسكولاريتي. طيب الكونسيستنسي بتاعة الليبيا الميوكوزا لما نمسكها بنعمل باي ديجيتال بالبيشن بنلاقيها granular consistency. يعني ايه granular؟ يعني محببة تحت ايدي، لما انا بعمل بمسك بالتو فينجرز بحس ان في جرانيولز تحت ايدي. الجرانيولز هي ديت عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن الماينور سليفري جلانس. لما نعمل ريتراكشن قوي هنشوفه زي الصورة دي، هنشوف الجرانيولز الصغيرة ديت، وده طبعا الماينور سليفري جلانس وده طبعا نورمال appearance of the labia. طيب الليبيا الميوكوزا والبقا الميوكوزا عموما لازم يكونوا moist ولازم يكون الكونسيستنسي بتاعتهم uniform، يعني الثيكنس بتاعتهم واحدة during the palpation والكونسيستنسي واحدة during the palpation. ولو في أي abnormalities هنشوفها في الليبيا أو في البقا الميوكوزا، يعني change في الكالر، change في الكونسيستنسي، لقينا ulcer، لقينا scars، لقينا swellings أو soft tissue lesions أو fibroma أو lipoma، كل الحاجات دي هنسجلها في الشيت بتاعنا لما نلاقيها إذا كانت موجودة. السكارز most commonly بتبقى موجودة في اللور ليب أكتر حاجة، لأن لو هي عبارة بسبب تروما حصلت during the childhood، وطبعا بنسأل بعد الكونديشن اللي احنا شايفينها. الليبيا الميوكوزا كمان هي most common site for الميوكوسيل، والميوكوسيل احنا اتفقنا ان هي عبارة عن salivary retention phenomena بتحصل في الماينور salivary gland، بتبقى عاملة زي البالونة كده وبتبقى filled with fluid وبعد كده ممكن يحصل لها disappearance أو between the meals أو ممكن تفضل موجودة، وساعتها طبعا الدياجنوزس بتاعها بيكون ميوكوسيل. طيب ممكن نلاقي في الليبيا الميوكوزا كمان افتس ألسر زي ما اتفقنا قبل كده ان الافتس ألسر بتيجي في النون كراتينايزد ميوكوزا. يبقى اذا الليبيا الميوكوزا الباكا الميوكوزا هي موست كومون سايت للافتس ألسر. طيب بعد كده عملنا اكزامينيشن دلوقتي للليب والليبيا الميوكوزا، اكزامينيشن للباكا الميوكوزا. الباكا الميوكوزا نفس طريقة الاكزامينيشن بتاعت الليبيا الميوكوزا اللي هو الباي ديجيتال بالبيشن لكل الانتاير باكا الميوكوزا، هنشوفها دايركت بالميرور ودايركت باللايت. ممكن نستخدم الميرور عشان نعمل ريتراكشن، وبنعمل واحنا بنعمل اكزامينيشن بنختبر الالاستيستي اوف الباكال تيشو، يعني لازم نعمل ستريتشنج للباكا الميوكوزا ونشوف هي هتتحرك معانا او لا، من اول الريترومولر اريا نعمل لها ستريتشنج وبعد كده نشوف في موبيليتي او لا او في ستيفنس في التشو او
طيب البالبيشن زي ما احنا قلنا النورمال تيشو هيبقى لازم هتكون مويست، لازم هتكون بينك ان كولر، ولازم هتكون يونيفورم في الكولر ويونيفورم في الكونسيستنسي، وهتبقى سوفت، وهيبقى في الاستيستي في التيشو لو عملنا ستريتشنج. لو انه في ستيك للميرور مع الميوكوزا، يعني لو المراية بتلزق في الباقة الميوكوزا، ده معناه انه البيشنت ده عنده زيروستوميا او lack of salivary secretion. طب ايه النورمال فايندنج اللي احنا هنشوفها في الباقة الميوكوزا عند اي بيشنت؟ اول حاجة هنشوف الستنسونز داكت اللي احنا اتفقنا هي الاورفيس بتاعة الباروتيد جلاند، وبيبقى ليها بابيلا او ملهاش، ساعات يبقى فيه بابيلا وساعات ما يبقاش فيه بابيلا، ودي بتبقى موجودة فين؟ موجودة في الميوكوزا opposite للأبر فيرست مولر او بين الفيرست والسكند مولر بايلاترال. طبعا بنلاقي ايه تاني في الباقة الميوكوزا؟ اللينيا البا او اللينيا البا باكاليس. اللينيا البا باكاليس هو عبارة عن وايت كيراتينايزد لاين موجود في الباقة الميوكوزا اوبوزيت للاوكلوزال بلين، واللاين ده بيبقى نورمال اناتوميكال فاريشن، يعني موجود عند ناس وموجود عند ومش موجود عند ناس تانية. لو لقيناه هنعرف ان هو ده اللينيا البا. طبعا بيبقى فيه elasticity، ما بيبقاش فيه loss of elasticity، وبيبقى symptomatic asymptomatic، يعني ما فيش اي symptoms، العيان ما بيشتكيش منه في حاجة، لكن هو بيبقى discovered during ال normal exam. طيب بعد كده الليكوديما. الليكوديما هي white ليجن بتبقى موجودة في الباقة الميوكوزا، هي ما بتعتبرش ليجن لكنها بتعتبر normal anatomical variation. هي congenital condition بتبقى بسبب انه في intracellular edema، يعني في edema او في water بين ال cells of the epithelium، هو اللي عامل ال white color. والليكوديما من العلامات بتاعتها ان هي disappear on stretching، يعني لما نعمل stretching للباقة الميوكوزا هنلاقي ان ال whitish color ده هيختفي. والليكوديما normal condition ما لهاش اي treatment ولا ليها اي complain، وبرضو بتبقى discovered during ال examination، عشان كده بنعتبرها normal anatomical variation. يبقى normal anatomical variation دلوقتي قلنا ال فورديسس جرانيولز، اللينيا البا، والليكوديما، دول ثلاث حاجات، دول نورمال اناتوميكال فاريشن. بعد كده باثولوجيكال فايندنج بقى اللي ممكن نلاقيها في الباقة الميوكوز، يعني ايه الحاجات اللي هي باثولوجيكال او تروماتيك ممكن تحصل في الباقة الميوكوزا؟ اول حاجة طبعا تشيك بايتنج، والتشيك بايتنج ده بيبقى نتيجة البايتنج على الباقة الميوكوزا او التشيك ميوكوزا، فهتعمل تروما في التيشو، او التروماتيك انجوري، او الليكوبليكيا، او الاورال لايكن بلانس، او الافتس ألسر. نتكلم على كل واحدة كلمة. التشيك بايتنج هيبقى شكلها بالمنظر ده، هيبقى معاها هيبقى فيها area of erythema، وهيبقى فيها area of pseudo membrane كده whitish in color بسبب انه العيان بيعض خده باستمرار. وطبعا دي هتبقى painful، وهتبقى يعني هتبقى symptomatic، العيان هيكون بيشتكي. ال traumatic injury او traumatic fibroma، احنا قلنا زي ما قلنا قبل كده انه التيشو بتريسبوند للإيريتيشن بطريقتين، ايضا ان هو يحصل فيها ألسر او انه يحصل فيها هايبر كيراتوزيس او انكريس في الفايبرس تيشو فورميشن. ففي الحالة دي من العيان بيعض خده باستمرار، فايه اللي حصل؟ حصل حاجة اسمها تروماتيك فايبروما، والتروماتيك فايبروما ديت هو بيعض عليها ومش حاسس بيها، فبتزيد في الحجم، فدي بنسميها تروماتيك فايبروما او تروماتيك.
طيب الليكوبليكيا اللي هي اسوشيتد مع التوباكو، العيانين اللي بيشربوا سجاير او بيدخنوا بقالهم فترات طويلة، بيحصل بسبب السموكينج او بسبب التوباكو وايت ليجن، والوايت ليجن دي بتبقى هوموجينس ان كولر، وبتبقى دايما في البكال في فيستيبيول او الليبيال فيستيبيول، وبتبقى بسبب التدخين، وطبعا دي بتبقى بري مالجنانت كونديشن. وديت هنفرقها عن الليكوديما، انه الليكوبليكيا doesn't disappear on stretching، يعني لما اعمل stretching للبقى الميوكوزا مش هتختفي، فده معناها ان هي ليكوبليكيا وليست ليكوديما. طيب الاورال لايكن بلانس، طبعا اللايكن بلانس ده ميوكوكيتينيوس ديزيز، بيحصل في الاورال كافيتي وبيحصل على السكن، وبيبقى له كاركترستيك ابيرنس ان هو بيبقى عبارة عن وايتش سترايشن، خطوط بيضة كده عاملة زي الشبكة بتبقى موجودة في البكال ميوكوزا، وبيبقى معاها area of erythema، وطبعا دي بتبقى painful وburning sensation وبتبقى bilateral وبيبقى معاها skin disease. طيب الافتس ألسر زي ما قلنا ان هي زي ما بتحصل في الليبيا الميكوزا برضو ممكن تحصل في البقا الميكوزا، لانها كل ديت ايه نون كراتينايزد. طيب هنشوف فيها الهارد والسوفت بالات. طيب هنشوف الهارد والسوفت بالات ازاي، ان احنا هنستخدم برضو الدايركت فيجن، هنستخدم الميرور علشان نعمل اكزامينيشن للهارد والسوفت باليت، هنشوف فيها اي ابنورماليتي، وعشان نعرف الابنورماليتي لازم نعرف النورمال ستراكشر شكله ايه. الكالر طبعا بتاع الباليت الميوكوزا بيبقى شكله بينك ان كالر، بيبقى فيه سبيشال ستراكشر موجوده في الباليت الميوكوزا، والسوفت باليت بتبقى الكالر بتاعها مور ريدش ان كالر، بتبقى نون كراتينايز. طبعا الباليتال ميوكوزا بتبقى كراتينايز، السوفت باليت بتبقى نون كراتينايز، بتبقى ريدش، بيبقى فيها اليوفيولا وبتبقى موبايل اكتر من الهارد. طيب الهارد باليت مع الماكسيلاري تيوبروستي الاثنين هنشوفهم دايركت فيجن ودايركت لايت، وبعد كده بنعمل لهم ديجيتال بالبيشن علشان نشوف الانتجريتي بتاعة البون والاندرلاينج ستراكتشر لو في اي ابنورمال. طيب النورمال ستراكتشر الموجود في الهارد بالات هو ايه؟ اول حاجة هي الانسيسيف بابيلا، والانسيسيف بابيلا طبعا بتبقى موجودة في البالات بين التو سنترالز، وبتبقى عبارة عن سوفت تيشو، و بتبقى covering للانسيسيف فورامين، وبتبقى مور ريدش من اكتر من السراوندينج palatal ميوكوز. الميديان palatine رافي، وطبعا ده بيبقى elevated line شوية في النص في الميد لاين بتاع البالت، وبيبقى بادئ من الانسيسيف بابيلا لغاية السوفت بالت، وبعد كده طبعا الروجي اريا، والروجي اريا دي بتبقى كوروجيتد اريا، بيبقى عبارة عن minor ridges موجودة في ال anterior part of the palate. والروجي اريا هي بتختلف من شخص لشخص، وبيستخدموها في الفورنسيك ميديسن اللي هو الطب الشرعي للتعرف على البني آدم ده في حالة وفاته، لأن هي عاملة زي الفينجر برينت، يعني هي البصمة بتاعة الصباع بتاعة البني آدم هي نفسها مختلفة من شخص لشخص زي الروجي إيريا بالظبط. الماب اللي موجودة في الروجي إيريا دي مختلفة أو كاركترستيك لكل for each individual. طيب الماكسيلاري تيوبروستي اللي هي موست ديستال بارت اكت بعد اللاست مولر، وطبعا الماكسيلاري تيوبروستي بنعمل لها بالبيشن وبنشوف الكالر بتاعها، ولازم تكون فيرم اون بالبيشن، وطبعا تكون بينلس ديورينج الايه الاكزامينشن.
طيب ايه الابنورمال فايندنجز اللي ممكن نشوفها في البالات؟ ممكن نشوف التورس بالاتينس، والتورس بالاتينس بتبقى prominent bony structure. طبعا هي normal variation، لكن الانترفيرنس مع الريموفابل ابلاينس او اي بروسيزس هو ده اللي هيبقى هيعمل المشكلة، وفي ساعتها هي ممكن تحتاج ساعتها انها تتشال سيرجيكالي. ال difficulty برضو during ال application of the x-ray film، لو احنا بناخد peri-apical x-ray هتضايقنا في ال palate، لكن هي طبعا normal anatomical variation. نعمل examination للأوروفارينكس، والأوروفارينكس should be طبعا هنشوفه direct vision و direct light. هنشوف فيه ايه؟ هنشوف ال posterior pharyngeal wall اللي هو الجزء ده، وال anterior و posterior pillars اللي هما ال two folds اللي احنا شايفينهم دول، اللي احنا قلنا عليهم قبل كده ال palato pharyngeal arch والبالاتو جلوسس arch اللي هو ده. الاتنين دول بينهم البالاتاين tonsils، لما كنا بنتكلم على ال inner ring اللي هي ال valdyar ring قلنا دول هما البالاتاين tonsils اللي موجودين بين البالاتو جلوسس والبالاتو pharyngeal عرش. فطبعا الكلام ده هنعمل له examination. احيانا التونسلز ما بتكونش موجودة، احيانا بيكون في هنا ulcers او بيكون في infection، فده هنعرف النورمال structure. طيب في ال examination of the tongue، طبعا التونج لازم to be examined direct و indirect vision. البالبيشن هنشوف الأول، هنعمل انسبكشن للتنج، هنخلي العيان، هنشوف الانسبكشن هنشوف فيه ايه، هنشوف السايز، هنشوف الكالر، هنشوف الموبيليتي، هنخلي العيان يحرك التنج بتاعه يمين وشمال up and down. بعد كده نبدأ نعمل بالبيشن. طيب البالبيشن هنعمل بالبيشن للتنج ازاي؟ هنخلي العيان يطلع التنج شوية برا، ونعمل بالبيشن باي ديجيتال بالبيشن باستخدام بيس اوف جوز. ما اقدرش استخدم كوتون، الكوتون هيلزق في التنج. ما اقدرش استخدم الجلوفز، بس هيحصل سليبج للتنج، مش هيتزحلق، مش هعرف امسكه، لازم امسك بيس اوف جوز عشان امسك التنج. هنمسك التنج، هنعمل له ريفلكشن تو الرايت سايد علشان اشوف السايد بتاعه، وريفلكشن للليفت عشان اشوف الاذر سايد. طبعا الاكزامينيشن اوف ذا تانج از فيري امبورتنت، ومهم قوي ان انا اشوف اللاترال سايد والفنترال سيرفيس اوف ذا تانج والفلور كيرفولي، علشان اي ألسر او اي تشينج في الكالر او في الكونسيستنسي او في السيرفس تكتشر في المكان ده is very dangerous، لان اي ألسر في المكان دي في الاماكن دي بتبقى pre malignant condition، في high tendency للmalignancy انها تتكون في الاماكن دي اللي هي اللاترال سيرفس والفنترال والفلور اوف ذا ماوث. بعد كده احنا قلنا هنعمل باي ديجيتال بالبيشن، ونشوف الكالر بتاع التانج. التانج الكالر بتاعه بيكون بينك، بيبقى السيرفس بتاعه شويه رف on the dorsal surface. The ventral surface بيبقى smooth أكتر. التنج طبعا لازم يبقى في symmetry في size بتاعه و between the two sides. طيب the ventral surface of the tongue هنشوف، هنخلي ال patient يحط the tip of the tongue في ال palate علشان نقدر نعمل observation لل ventral surface of the tongue. هنشوف فيه ايه؟
هنشوف فيه prominent. طبعا السيرفس بتاع الفنترال قلنا بيبقى smoother وبيبقى shiny اكتر وبيبقى فيه ال prominent veins اللي هي بيبقى ليها bluish color موجودة على ال ventral surface of the tongue. ديت بتبقى normal structure, وال bluish color ده ممكن نشوفه prominent أكتر في ال old age, بنسميها lingual varices. ليه؟ لأن ال thickness of ال tissue بتبقى. طيب ال ventral surface of the tongue هنشوف عليه ايه, والدورسال هنشوف عليه ايه, واللاترال هنشوف عليه ايه. الدورسال سيرفس زي ما احنا نبدأ من تحت, الفنترال سيرفس اوف ذا تانج احنا قلنا هنشوف في اللينجوال فينز وهنشوف كمان اللينجوال فرينم. طيب اللاترال بوردر قلنا هنشوف, هنقسم بقى الدورسال واللاترال بوردر علشان هنشوف عليهم التانج بابل. طيب الدورسال سيرفس هنشوف عليه ايه؟ هنشوف عليه الفيلي فورم والفانجي فورم والسيركمفاليت بابيلا اللي هي على ال posterior part of the tongue. اللاترال بوردر هنشوف عليه الفولييت بابيلا واللي هي مش دايما تكون موجودة عند كل الناس, والفنترال سيرفس هنشوف فيه اللينجوال فينز وهنشوف طبعا اللينجوال رينم. طيب التانج بابيلا الموست نيومرس بابيلا اوف ذا تانج هي الفيلي فورم بابيل, وشكلها بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى فيذر لايك او الفيذر لايك او ثريد لايك. فيذر لايك يعني زي الريشه, وهي البابيلا الوحيده اللي بتكون كراتينايزد, علشان كده هي اللي بتدي ال whitish color شوية لل dorsal surface of the tongue. بعد كده ال fungiform papilla. ال fungiform papilla هي عبارة عن ال dots, ال red dots اللي موجودة على ال dorsal surface of the tongue, وبتبقى prominent أكتر على ال tip وبيبقى شكلها mushroom shape. بعد كده ال circumvallate papilla اللي موجودة على ال posterior part of the tongue أو بين ال posterior third وال anterior two thirds, وبيبقى عددهم من 8 ل 12. وبعد كده ال foliate papilla اللي هي بتبقى موجودة على ال lateral border of the tongue. طيب ادي ال circumvallate papilla بتبقى عاملة زي ال button like, button like يعني شكل الزرار, موجودة على ال posterior surface of the tongue in front of ال sulcus terminalis اللي هو بيقسم ال tongue لل posterior third وال anterior two thirds. بعد كده ال filiform زي ما احنا قلنا هي ال most numerous papilla, وهي ال keratinized papilla وشكلها feather like structure. والفانجي فورم هي الدوتس, الريد دوتس شوية اللي بتبقى موجودة في الايه, في الانتيريور ثيرد, وبتبقى ماش. ده كمان صور للتانج اكتر, وهنا اللينجوال فرينم, وهنا اللينجوال كارانكلز, وهنا اللينجوال فولد او السب لينجوال فولدز اللي هم بيبقوا موجودين على التو سايدز او في الفلور اوف ذا تانج. طيب النورمال فايندينجز اوف ذا تانج, النورمال يعني الحاجات اللي بتبقى موجوده في التانج وممكن هي تبقى نورمال فاريشن يعني مش موجوده عند كل الناس. طيب ايه هي الفيشرنج؟ الفيشر ذا تانج انه التانج بيبقى فيه ديب فيشرز, ديت نورمال فايندينج ممكن اشوفها وممكن ما اشوفهاش. السكالوبينج او بنسميه الاندنتيشن, الاندنتيشن اللي هي العلامات اللي موجوده في اللاترال بوردر اوف ذا تانج, والاندنتيشن او السكالوبينج ديت بتبقى نتيجه للامبريشن او الشكل بتاع السنان ديورينج الاوكلوجن, يعني لما الابر يقفل على اللور بياخد التانج شكل القفلة دي, وده في حالة ان التانج بيبقى broad in size كبير شوية فبيعلم السنان بتعلم فيه. طيب الفاريكوسايتس او الفاريسز اللي هي ال veins اللينجوال veins اللي موجودة في التانج واللي بيبقى لونها blue.
طيب ايه الباثولوجيكال فايندنج اللي ممكن اشوفها في التانج؟ حاجة اسمها ايه، جيوغرافيك تانج. الجيوغرافيك تانج ديت بتبقى عبارة عن area of the tongue, areas of the tongue بيحصل لها depapillation, يعني بيحصل لها loss of papilla. حتت صغيرة في التانج هي اللي بيحصل لها loss of papilla, ودي شكلها بيبقى erythematous أو reddish in color, وبتبقى surrounded by slightly raised white rim, يعني ليها حرف أبيض surrounded للإريثيميتس اريا دي. والجيوغرافيك تانج في الشكل بتاعه بيتغير كل يوم, بيدي شكل مختلف. ليه؟ لأنه الاريا اللي كانت دي بابيليتد بيحصل لها ريجينريشن اوف ذا بابيلا, والارياز اللي هي كان عندها بابيلا بيحصل لها لوس of the papilla, عشان كده سموه geographic tongue, بيتغير أو كل شوية بيتغير. ودي طبعا pathological condition ال etiology بتاعها unknown, وبيبقى معاها burning sensation, وما بتحتاجش أي treatment, هي بتروح لوحدها, بس بتحتاج symptomatic treatment, يعني حاجات بس analgesics, حاجات هنا زي ما احنا قلنا ان لازم يبقى ناخد في اعتبارنا حاجة مهمة جدا, انه ال examination بتاع ال lateral border of the tongue وال floor of the mouth مهم جدا. ليه؟ لانه ال sites ديت بتبقى more frequent sites for the malignancy اكتر من اي مكان تاني في التانج زي ال dorsal surface او ال palate. هنا هنعمل examination لل floor of the mouth, وال floor of the mouth هنعمل له examination زي ما قلنا by manual palpation عشان نحس ال consistency بتاعة ال floor, سواء ال muscles, ال salivary gland أو ال muscle, يعني ال flow ال muscles of the floor of the mouth وال salivary gland. هنعمل ايه؟ index of one finger هنحطه في الفلور, ونحط ال two fingers اللي هما ال index وال middle finger extraorally, ونعمل palpation against each other. طبعا لازم to inform ال patient علشان ال patient ما يحسش بوجع او يتفاجئ, لازم ال pressure يبقى gentle pressure علشان ما سببش pain لل patient. بنعمل هنا palpation للسابلينجوال والسابمانديبولار, وبنشوف لو في اي pain او اي tension او اي في المكان ده. طيب ال floor of the mouth احنا هنشوف فيه ايه؟ هنشوف اللينجوال فرينم, هنشوف قلنا اللينجوال veins او ال deep lingual veins, هنشوف ال sublingual caruncles اللي هما بيفتح فيهم الأورفيس بتاعت ال submandibular salivary gland اللي هي ال Wharton's duct, والأورفيس بتاعت ال sublingual salivary gland اللي هي ال Bartholin duct. هنشوف ال sublingual folds اللي هما اللي بيبقوا موجودين في ال floor of the mouth, واللي هما بيبقى ليهم اسم تاني اسمه pelica fimbriata, والسابلينجوال فولز بيبقوا موجودين في الفلور باي لاترالي برضو. بعد كده ايه الاذر فايندينجز بقى اللي انا ممكن اشوفها في الفلور اوف ذا ماوث او في التانج وتكون ابنورمال؟ هي التانج تاي او الشورت لينجوال فرينم او الانكيلوجلوسيا. والانكيلوجلوسيا ديت بتبقى بتعتبر problem امتى؟ لما يكون العيان ده يعني لما تكون التانج تاي ديت او الشورت لينجوال فرينم بتأثر على الفانكشن اوف ذا تانج وعلى السبيتش والسوالوينج او ال different functions of the tongue. في الحالة دي بنعمل حاجة اسمها فرينكتومي, يعني بنقص الفرينم دي علشان يبقى عندنا
free mobility of the tongue. طبعا العيان ده ما يقدرش يحط ال tip of the tongue في ال palate ولا يقدر يطلع ال tongue قدام. فلو ساعات بتكون موجودة الكيس كده وما بيبقاش عنده مشاكل في الفانكشن او في السبيتش او في اي حاجة، لكن لو في مشاكل ساعتها هنعمل فرينكتو. طيب ايه تاني pathological condition ممكن اشوفها في الفلور؟ زي ما احنا قلنا ممكن نلاقي salivary، ممكن نلاقي salivary gland stones، والستونز في الفلور اوف ذا ماوث بتعمل حاجه اسمها رانيولا، والرانيولا هي برضو سليفري ريتنشن فينومينا بس بتحصل في الفلور. السويلنج بيبقى شكله بالمنظر ده وبيبقى بلوش ان كولر. طبعا مع الاكزامينيشن ممكن الستون تطلع معايا من الاورفيس اوف السابمانديبولر او السابلينجوال سليفري. انا الاكزامينيشن اوف ذا جينجيفا اند الفيولار. الجينجيفا لازم نفهم اول حاجة التعريف بتاع الجينجيفا، يعني ايه الجينجيفا؟ الجينجيفا هي البارت اوف الماستيكاتوري ميوكوزا that cover the alveolar process وبتسراوند السيرفايكال بورشن اوف ذا تيث. يعني الجينجيفا هي البارت اوف ذا تيشو اللي بيغطي التيث مع السبورتنج ستراكشر بتاعها اللي هو البون والبريدونتال ليجامنت. الجينجفا هي الجزء الخارجي. طيب الجينجفا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 أجزاء، هما المارجنال جينجفا اللي هو الفري جينجفال مارجن اللي هو الجزء الصغير من الجينجفا ده اللي هو الويدث بتاعه تقريبا 0.1 to 0.3 مليمتر، وبعد كده الاتاتش جينجفا من اللي هي بداية من الخط المنقط اللي فوق اللي هو بنسميه الجينجفا الجروف لغاية النقط اللي تحت اللي هي الميوكو جينجفال جانكشن. المسافة دي كلها اسمها اتاتشد جينجفا. وبعد كده الجزء اللي تحت خالص اللي هو الالفيولار ميوكوزا او الان اتاتشد جينجيفا. وبعد كده عندنا الانتردنتال بابيلا اللي هي الجزء الترايانجولر ده اللي بيبقى موجود بتوين ذا تيث. طيب دي نفس الصورة توضيح أكتر للجزء اللي فات، الميوكو جينجيفال جونكشن الالفيولار ميوكوزا أو الان اتاتشد جينجيفا، بعد كده الاتاتشد جينجيفا، بعد كده الجينجيفال جروف أو بيسموه فري جينجيفال جروف. طبعا المسافة دي أكبر من الحقيقي، المسافة الحقيقية بتبقى حوالي زي ما نبص في الصورة هنا حوالي 0.1 to 0.3 مليمتر، وده الجزء ده اللي هو بنسميه الفري جينجيفا. والفري جينجيفا هي الجزء الخارجي المقابل للجينجيفال سالكس. وبعد كده الانتردنتال بابيلا اللي هي الترايانجولر ان شيب. وطبعا هنا الليبيال فرينم بين الميد لاين في الابر تيث وفي اللور تيث. تاني هنتكلم على المارجنال جينجفا او الان اتاتش جينجفا او الفري جينجفا المارجن اللي هو التيرمينال بوردر اوف ذا جينجفا وبيسراوند التوث ستراكشر in a collar like fashion اللي هو الجزء ده عامل زي الحزام around the tooth. ده ال free gingival margin. ال attached gingiva اللي هي بادئة من ال free gingival groove لغاية ال mucu gingival junction، الجزء ده من ال gingiva بيبقى firmly attached لل underlying bone وبيبقى فيرم وريزيليانت وبيبقى فيه ستيبلينج، والستيبلينج ديت نتيجة للاتاتشمنت في الاندرلاينج كونكتيف تيشو وفي الاندرلاينج بون. والويث بتاعها طبعا بيبقى variable
between the individuals، يعني الويدث بتاعها بيبقى مختلف بين الأشخاص، وبيبقى مختلف في الانتيرير عن البوستيرير، وفي الأبر مختلف عن اللور. والجريتست ويدث اوف اتاتشد جينجفا دايما بيكون موجود في الانسايزور ريجون، وبيبقى أقل شوية في البوستيرير. الانتردنتال بابيلا اللي هي الجزء البيراميدال اللي بيفصل التيث عن بعضها، وبيبقى located interproximal، وبيبقى موجود just below الكونتاكت area او الكونتاكت point between النيبرينج او الادجيسنت تيث. الجينجيفال سالكس اللي هو الدبث او السبيس اللي موجود around التوث، وبنقيسه بالبريدونتال بروب. والجينجيفال سالكس بيبقى lined by ال circular epithelium، وال base of the gingival sulcus بيحدد ال health of الجينجيفا.